السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير ولقاء جديد من برنامج قرآنا يمشي، لقاء يتجدد كل سبت بعد منتصف الليل. والحلقة التاسعة اليوم بعنوان لا تبخسوا الناس أشياءهم، وبصحبة العلماء الأفاضل فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة والأمين العام للهيئة العليا للتعريف بالإسلام، وفضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والقارئ الشيخ عبد الله طاهر من أبناء الأزهر الشريف ليسانس الدراسات الإسلامية. ونبحر معاكم في لقاء جديد، وزي ما عودناكم في كل لقاءات قرآنا يمشي بنبدأ دايما بمراجعة سؤال الحلقة الماضية، ثم يتبعها الهدية من كتاب الدين الحق، وتتوالى الأشياء الجميلة بمحور تنوير الأفكار، تنوير التفكير، ثم تنوير السلوك، ثم بنختم بتنوير المعاملات، ثم القصة الجميلة اللي بنختم بيها كل لقاءاتنا. اسمحونا نبدأ النهاردة وإحنا بنتكلم على بنراجع معاكم سؤال الحلقة السابقة، واللي كان بيتكلم عن ماذا يستفيد العبد من علمه بأن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. معالي الدكتور مجدي، وزي ما عودتنا كده كل حلقة بنجاوب على السؤال ونقول الأخبار الطيبة من أحبابنا اللي تابعوا حضرتك على الصفحة وبعتت لهم نسخة من كتاب الدين الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا يستفيد العبد عندما يعلم بأن الدنيا فانية والآخرة باقية؟ أول شيء أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة. إذا عرف العبد بأن الدنيا فانية والآخرة باقية، سوف يبتغي في الفاني أن يحوله إلى باقي. نعم، يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة فيحول الفاني إلى باقي. الله، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء منتهي فاني إلا ما أريد به وجه الله. الله سبحانه وتعالى، إلا ما أريد به وجه الله. الأمر الثاني، يتنزه عن التشاحن على الدنيا، يتنزه عن التقاطع على الدنيا. ونستطيع أن احنا ناخد تفصيل هذه النقطة من فضيلة الدكتور ياسر. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من كلام فضيلة الدكتور مجدي أن عدم التشاحن على الدنيا لا يأتي إلا إذا علم الإنسان أنه راحل من هذه الدنيا وأن هذه الدنيا فانية. لا. ويحضرنا الآن موقف كان لسيدنا معاوية بن أبي سفيان مع سيدنا عبد الله بن الزبير. ده يعني تشاجر عمال معاوية مع عمال عبد الله على بستان يعني. فأرسل سيدنا عبد الله رسالة إلى سيدنا معاوية يعني بيشتكي له مما حدث. فأرسل سيدنا معاوية إلى سيدنا عبد الله بيقول له أما بعد، فإذا كانت الدنيا بيني وبينك لخليتها لك، إذا وصلك خطابي هذا فضم بستاني إلى بستانك وعمالي إلى عمالك. يعني مش مستاهلة أنا وسيدنا عبد الله نختلف. دي رسالة سيدنا معاوية، نختلف عشان بستان؟ لا، إذا وصلك خطابي هذا فضم بستاني إلى بستانك وعمالي إلى عمالك، واعلم أن الدنيا لو كانت الدنيا بيني وبينك لخليتها لك، يعني الله تركتها لك. الله، فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة لا يصطدم مع أحد، وبالتالي برضو في ذاته مش هيغش طبعا، مش هيقبل الرشوة، مش هيفعل كذا وكذا، لأنه علم أن هذه الأمور هيبقى من الغالين يوم القيامة، يأتي بما غال عليه الدنيا. نعم نعم، كلام حقيقة، كلام رائع. وإحنا عندنا وجع، وإحنا بنعيش في تحديات رهيبة جدا بسبب يعني عدم فهم هذه الأمور بالشكل الرائع اللي وضحته السادة العلماء الأفاضل. ولولا إن إحنا يعني هنلتزم شوية بالمحاور الجميلة اللي معانا لكنا يعني قضينا وقت أطول في شرح هذه الأمور الطيبة. يعني دكتور مجدي، وإحنا بنتكلم النهاردة عن هذا الحديث الممتع الرائع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي الحقيقة حير العلماء، يعني هذه المعجزة التي أجراها الله على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة. الله، يعني أرجو أن احنا النهاردة نفرغ له في هذه الهدية، والسادة المشاهدين يعرفوا سيدنا النبي كلامه يمشي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تبارك تعالى هديتنا في من كتاب الدين الحق الآتية القاطعة، الجنين بعد 42 ليلة. الله أكبر. هذه المعجزة والتي كانت تمثل لغز لأكبر أطباء العالم البروفيسور كيث إليمور، لغز. هو يقول أن الجنين في خلال الست أسابيع الأولى لا يمكن أن تتضح فيه الملامح الآدمية. الله. ومع بداية الأسبوع السابع فجأة تظهر الملامح الآدمية. فتعجب من هذا الحديث، وكان سبب في اعتدال تفكيره وإقبال على الإسلام. ونشرح هذه النقطة بالتفصيل بعد ما نسمع الآيات من فضيلة الشيخ عبد الله اللي هي متعلقة بهذا الإعجاز الجميل في فيما يراه العبد في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وهل معنى ذلك أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله من ذكر أو أنثى، أم أن الله تبارك وتعالى يعلم من شاء من خلقه الذكر والأنثى، وأن هذا له معنى آخر؟ سوف نعلم ذلك بعد ما نستمع إلى هذه الآيات الكريمة. فضيلة الشيخ عبد الله، أسمعنا يعني هذه الآيات الجميلة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أن قول الله تبارك تعالى ويعلم ما في الأرحام، أنه لا يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى إلا الله. لكن في هذا الحديث الشريف ابن كثير رحمه الله قال كلام جميل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها إلى الحديث. ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ابن كثير رحمه الله قال في هذا الحديث، قال: أي أن الملائكة الموكلون يعرفون ما في الأرحام ومن شاء الله من خلقه. إذن معرفة ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، هذا الله تبارك وتعالى جعله للأطباء، جعله لمن شاء من الملائكة، جعله لمن شاء الله تبارك وتعالى من خلقه. ولكن ما معنى أنه، ما هو الشيء المختص بعلم الله في الأرحام؟ إنه ما تغيض الأرحام، كما بالحديث سهل البخاري ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. الرحم يأتي إليه آلاف من نطف الذكورة وآلاف من نطف الأنوثة. أي النطف يسقطها الرحم وأي النطف يمسكها، هذا لا يعلمه إلا الله. وجميع الآلاف من النطف، نطفة مثلا خرج منها الدكتور طارق، نطفة خرج منها طيب، بقية النطف التي لو كانت كيف تكون، لا يعلم ذلك إلا الله. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه المعجزة الجميلة ربنا جعلها سبب في تحول واعتدال أفكار البروفيسور كيث إليمور، وأعلن لكل الدنيا إن هذه الأدلة حتما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ حل هذا اللغز. هو كان عنده لغز في خلال الست أسابيع الأولى لا تتضح الملامح الآدمية، لماذا؟ هو لا يعرف لماذا. مع بداية الأسبوع السابع فجأة تظهر الملامح الآدمية. هل هناك هرمون معين يتحرك؟ لا يعرف السبب. حتى علم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: فيقضي ربكم، أي أن الملك يعني يظهر الملامح الآدمية، أي أنه يظهر الملامح الآدمية. فقال: والله لا يكون هذا إلا بوحي من الله. ولذلك مع الدكتور لو كان العلماء يفرقوا بين العلم والمعرفة.
الله. المعلومات اللي عند البشر حدودها اسمها المعرفة، لكن الله علم. الله. ولذلك ما نقولش الله يعرف أو الله عارف، لا، الله يعلم. يعرف. فالعلم مطلق لا حدود له. الله. فلذلك ينسب العلم لله تبارك وتعالى. أما علم نحن البشر ده اسمه معرفة وليس علم. نعم. المعرفة قصيرة. الله. والمعرفة مقيدة. نعم. أما العلم فهو مطلق غير مقيد. الله. لذلك لما نقول علم يبقى إلى الله تبارك وتعالى. علمه القليل دكتور. نعم. كيث إلمور. نعم. أو معرفته. معرفة. ويعني غوصه بأبحاثه في هذه النطفة. نعم. وصلته أنه هو أفضل واحد على الأرض يتكلم عن هذه الحالة. فعلم أن هذا وحي من الله. بالرغم من هذا لم يستطع تفسير. نعم. لم يجد تفسير لهذا الموضوع. إلا بعد أن عرض عليه حديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني الضالة بتاعته. نعم. الله أكبر. نعم. الله أكبر. طيب دكتور مجدي، يعني بين العلم والمعرفة. نعم. نيجي لتنوير التفكير. الله. وإحنا بنتكلم النهاردة عن موضوع ولا أروع ولا أجمل، خيركم من يرجى خيره. الله. 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 سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جلس إلى أصحابه الكرام وهم في السوق يبيعون ويشترون، ويقول ألا أخبركم بخيركم وشركم؟ وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منهمكون في البيع والشراء، حتى كررها مرتين، حتى يعني أخذ كل منهم يعني يجعل الآخر يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. الله. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. إذن في تنوير التفكير صحيح المظهر جميل وأن الله جميل يحب الجمال، ولكن أكون على علم يقيني بأن قيمة الإنسان ليس في مظاهره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما هي الأعمال التي تقدمها لمن حولك حتى يرجون الخير عندك، وحتى يأمنوا شرك؟ الله. المؤمن من آمنه الناس. يعني الناس لما تتكالب على شخص أو يبقى عندها حد كده دايما بتأمنه وتحب تروح تسأله يعني ترجوه في شيء، دي من علامات الخيرية عند هذا. هذا ليس غشا في الناس، ولكن هذا من علامة الخير في هذا الشخص. الله. نعم. دكتور كنا دايما يعني النهاردة الدكتور طارق بيلفت نظر حاجة. نعم. على كلمة الخيرية. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. كلمة خيركم. نعم. وذكر بعدها صفات الإنسان لو تحصل عليها يصبح خير الناس وأفضل. صحيح. الناس. ما خيركم يعني أفضلكم أحسنكم. خيركم لأهلي، خيركم من تعلم العلم وعلم، خيركم من تعلم القرآن، خيركم من يرجى خيره. قالوا العلماء هذا ليس عيب فيك، يعني إذا الناس عاشموا فيك أكثر من لازم وطلبوا، ده بيطلب خدمة وده بيطلب خدمة وده بيطلب خدمة، أنت في خير كبير. بالعكس، أنت النبي عليه الصلاة والسلام رقاك وعلاك وجعلك خير الناس. الله. خيركم. لكن قد يعتقد الناس بالمصطلحات الحديثة بتاعتنا أن ده طمع. نعم. فلان طمعان فيا، فلان بيهدر وقتي، فلان كنت بشتكي من الدكتور مجدي. قال لا، ده مش طمع ولا حاجة، تجرم ولا أن أنت بتهدر وقت ولا حاجة. لا، ده أنت بتدخر وقتك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بيصور الناس اللي هم بيمشوا في حوائج الناس ويقضوا حوائجهم، قال هم الآمنون من عذابه يوم القيامة. الله. يعني أنا في الدنيا هنا ممكن أأمن نفسي من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة بخدمتي لأخي المسلم. الله. وإن سيدنا عبد الله بن مسعود لما خرج من الاعتكاف ليقضي ابن عباس حاجة لأخيه، وبعدين قالوا له ازاي تترك الاعتكاف؟ قال سمعت من حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان اذا مشى في حاجه اخيه خير له
من اعتكاف سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أنا أقدم مسألة لأخي الحديث بتاع إن لله عبادا يختصون بقضاء حوائج الناس, بيأكد على كلام فضيلة الدكتور اللي هو خيركم من يرجى خيره, خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. يعني لا يأتي الشر من ناحيته ويأتي كل الخير يأتي من ناحيته, لكن لا يأتي الشر أبدا. كلام رائع جدا. الله. طيب يا دكتور نورنا التفكير. طيب هنا في نقطة مهمة, نستمع إلى الآيات القرآنية من فضيلة الشيخ بتأكد على نسمع من فضيلة الشيخ عبد الله أن يعاون المسلم أخاه. يعني آية كده تدل على هذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله الله. يعني بذل المعروفات والكف عن الأذى هذا من تقوى الله. الله. لا يفعله إلا إيه؟ من كان يرجو ما عند الله. لا يفعله إلا من يخشى عقاب الله. طب هنا دكتور يحضرنا سؤال, إنه كثرة إقبال الناس على بعض الناس اختصهم الله إنهم يكونوا في هذه المرتبة, هل بالضرورة إنه يقضي كل يعني الله. الكلام اللي بيطلب منه؟ يعني أنا كل الناس في ناس كتير بتيجي تسأل, هل ده مش مجهد لهذه الشخصيات؟ نص الحديث يقول لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا قضيت أم لم تقضى. الله. والحديث الآخر من مشى في حاجة أخيه قضيت أم لم تقضى. وإن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاء. يعني وفي نفس الوقت الرسول عليه السلام قال, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوما جاءوا في المدينة المنورة يعطيهم حتى نفذ ما كان عندهم, وهم يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى سمرة علقت بها ثيابه, فلما نفذ ما عنده فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يكن عندي من خير فأدخره عنكم, ومن يتصبر يصبره الله, ومن يستغني يغنيه الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس أيضا يعني في الوقت المناسب, أن يعني لا يكون السؤال إلا للضرورة ولا يكون الإلحاح في السؤال. نعم. حتى ربنا قال لا يسألون الناس إلحافا. الصبر يعني أولى يا دكتور. نعم التعليم الصبر أولى. مش حتى الحديث يقول من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته فإن أنزلها بالله أوشك بفرج عاجل. أليس كذلك؟ لكنها معالي الدكتور لو أننا أخذنا مثال معالي الدكتور طارق على الشخص الذي يطلب منه هذا الأمر وتحرك فيه يقضى أو لا يقضى. الله. هل ينفع نقول إن هذا من الهموم من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتاد إن في صلاة الفجر يسأل الصحابة هل رأى أحد منكم رؤيا فيفسرها لو أحضر, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في من تصدق بمثل أحد دقيق. الله. قالوا له محدش, ومن يطيق ده مثل أحد دقيق صعبة جدا. فسكت وبعدين سأل تاني وسأل تالت, فواحد من الصحابة قال يا رسول الله كنت أسير بجوار أحد فحدثتني نفسي أن لو لي مثل أحد دقيق لتصدقت به على فقراء المسلمين. حدثته نفسه. علم رسول الله بالوحي ما حدثت هذه النفس صاحبها. فقال له كتبت لك. الله. كتب له أنه هو طلع مثل أحد دقيق. الله. وهو ما اشتراش دقيق ولا جاب دقيق ولا وزع دقيق ولا عمل حاجة, ولكن لكن هم انه يفعل هذا. فهو اللي هو مطلوب منه الخدمة يكون انه يهمه ويتصل بواحد واثنين وثلاثة ويروح معه مشوار ولا تقضى خلاص. وقدم عليه وهو صادق. الطرف الثاني ما يشغلش عليه في الإلحاح والطلب الكثير. يعني لا مش هيقدر يخلص. يعني التعفف موجود. والتصبر موجود. عشان الناس بتزعل بس. والتوجه إلى الله مستمر. التوجه بالدعاء. من الطرفين. طب احنا اسمح لي دكتور قبل ما نروح للمحور الثاني معنا تليفون. تسمح لي. معنا تليفون أم أدهم من القاهرة.
الو السلام عليكم. مرحبا اهلا وسهلا. انا ما عايزه بس اسال سؤال وبس ملح عليا بس ايه بس يا ريت يعني تجاوبون عليه على طول. لا احنا هنجاوبك عليه بس على طول دي بقى يعني هنرتب الموضوع يا ام ادهم بس هنجاوبك ان شاء الله تفضلي. لا معلش والله اصل يعني انا والله انا مؤمنه وموحده بالله وكل حاجه بس في سؤال كده يعني كنت بقلب في التلفزيون من يوم الجمعه وكده لقيت يعني باحث مسيحي عمال يقول ان استغفر الله العظيم يا رب اللي سيدنا محمد ملك مش نبي او مش رسول. نعم. وقعد مثلا يعمل حاجات ويقول يعني قاعد يقدم حاجات ومش عارفه فالموضوع انتبهني. يعني هو سؤالك دلوقتي بماذا نرد على المشككين والمغيرين واللي بيتكلموا على سيدنا النبي كلام ليس بالحقيقي يعني؟ طب ليه يعني في الشهر الكريم يوم مولد النبي رسومات مسيئه وحاجات عم يعني بجد الدنيا مش عارف. انا اعلم بقلبك واعلم بحزنك واعلم بغضبك وزعلك على سيدنا النبي. نجاوبك يا ام ادهم. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الحمد لله من رحمه الله تبارك وتعالى أن أخبرنا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول هؤلاء أكبر علماء اللاهوت في العالم الرسول عبد الأحد داود الروماني في كتابه جميل جدا جدا هذا الكتاب بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس حوالي 14 فصل. لا يوجد إنسان على كوكب الأرض يقرأ أي فصل من هذه الفصول إلا وفي نهاية الفصل أمامه شيء من الاثنين، إما أنه يقر أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أو أنه يقر بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فأشهد حل تاني. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن من علامات يوم القيامة هيجي يوم من الأيام هتلاقوا المباني عالية. إيه معنى إن الرسول عليه السلام قال إن هيجي يوم من الأيام الناس تعلي المباني؟ هذا وحي من الله. معنى هذا الكلام إن جميع التفاعلات البشرية بتسير في اتجاه واحد الناس تعلي المباني. ليه؟ لأن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى لو جاء إنسان في أي مكان في الدنيا وقال أنا قررت إن الناس ما تعلي المباني هذا القرار ما يمشيش. لو بذل مجهودات ضخمة مش هيتنفذ ولو أنفق أموال ضخمة مش هيتنفذ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنة ثم. وكذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بس خلاص يبقى الدين لابد ينتشر في كل الدنيا وجميع هذه الأشياء التي كل هذه الأشياء أيضا تكون سبب في نشر هذا الدين العظيم. يعني حتى فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال كلمة جميلة قال إن الباطل أداة من أدوات الحق. يعني هذا يثير تساؤل الناس ويجعلهم يسلمون لله رب العالمين. حتى كل الناس الآن تشاهد وزير خارجية إيطاليا وهو يقول هذه الكلمة الجميلة يقول إن السبب الذي دعاني لدراسة الإسلام هو ذلك الهجوم الشرس الذي رأيته على الإسلام فأحببت أن أعرف ما هو الإسلام فأكرمني الله بهذه النعمة العظيمة فأسلمت لله رب العالمين. فالبشرى الجميلة أن كل السلف الكرام يقولون كلمة جميلة يقولون كنا نستفتح حتى إذا وقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تباشرنا بالفتح. يعني أن المسلمين يجتهدون في نشر هذا الدين العظيم ونستبطئ ذلك فإذا وقعوا في عرض رسول الله والله هذه إرهاصات نشر هذا الدين العظيم. يعني الدكتور ياسر أختنا اللي قلبها موجوع ونعلم أن كل أخواتنا وكل إخواتنا أنا عايز أرسل لها رسالة طمأنينة لها ولكل المليار و400 مليون أو 2 مليار زي ما الدكتور بيقول لنا آخر إحصائية 2 مليار و750 مليون للمسلمين في العالم كله. أقول لهم إن الله تبارك وتعالى تكفل بهذا الأمر قال له والله يعصمك من الناس الله. وقال له إن كفيناك المستهزئين. ولما تأخر الوحي أو فتر الوحي عن سيدنا رسول الله أشاع أن الله قد ودعه وقلاه فنزل سورة الضحى تقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والعلماء يقولوا في لفت هنا عجيبة قال ما ودعك جاب الكاف
وقال ما جابش الكهف ليه؟ لأن الوداع يكون بين الأحباب ويكون على أمل اللقاء مرة أخرى، أما القلة فيكون بين المتجافئين. فالله تبارك وتعالى لم يقل له ما ودعك ربك وما قلاك، إكراما لسيدنا رسول الله، قال له ما ودعك يا محمد وما قلا، ما قالوش وما قلاك. ولما قال العاص بن وائل السهمي إنه أبتر الزمات انقطع ذكره، أنزل الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات سورة الكوثر يقول فيها إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأصبح العاص بن وائل هو المبتور، هو ليس له ذكر ولا يذكر كلمة العاص بن وائل على وجه الأرض إلا إذا ذكر عمرو بن العاص أو هشام بن العاص، وهما ينتسبان للرسول الله ولا ينتسبان للعاص بن وائل السابق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. يعني العاص بن وائل ما ذكرش أبدا إلا إذا ذكر عمرو بسبب إسلامه أو هشام بسبب إسلامه. ولكن شوف اسم محمد على وجه الأرض قد إيه. آخر إحصائية لتكرار الأسماء في ألمانيا كانت عام 2008، قالوا إن أكثر الأسماء تكرارا في دول الاتحاد الأوروبي 25 هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأسماء تكرارا في دولة إنجلترا هي اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صعيد مصر أعرف بيت مسمي ابنه محمد الكبير ومحمد الأوسط ومحمد الصغير، ولاده الثلاثة مسميهم محمد. وبعض السلف قالوا إن البيت الذي فيه محمد لا تنزع منه البركة حتى الاسم بس. فالله الله تكفل بهذه المسألة. لكن هي قضيتنا احنا مسلمين، مش نرد على ده ولا على ده، لا، أين نحن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسلمون الآن يسألون عن السنة ليتركوها، لكن احنا عايزين نسأل عن السنة لنأتيها ونفعلها. نعم، وهنا نقطة جميلة دكتورنا الحبيب، أن يعني لا نقلق من جهل هؤلاء عن الحق، ولكن نأمل بهدايتهم. هذا الرجل الذي الهولندي المخرج اللي من سنوات عديدة كل الدنيا غضبت بأعماله السيئة، الآن ننظر إليه وهو في الروضة الشريفة ويبكي في جريدة عكاظ صفحة كاملة وهو يبكي في الروضة ويصلي بعدما أعلن الإسلام. يعني كم كانت مشاكل سيدنا عمر في الإسلام ولكنه أسلم. فنحن لا ننظر إلى يعني إلى هذه الجهالات، ولكن نأمل من الله هدايتهم. لماذا؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. هذا المخرج الهولندي الآن ما شاء الله أكرمه الله بنعمة الإسلام، والآن كل الناس ينظرون له وهو يقف في الروضة الشريفة ويصلي ويبكي. كيف كان يعني يخطئ في حق نبي الله محمد؟ كلما اشتد الهجوم على الإسلام كلما ازداد انتشاره، ونعلم أنه يأتي وسيأتي إن شاء الله. هم يخشون من المارد الإسلام، يعني بيقولوا أن 20 لا لا نخاف من الإسلام، ولكن نستبشر بالإسلام. لماذا؟ لأنه رحمة للعالم. ناخد اتصال من هنا دكتور، وبعدين نخش في المحور الثاني ونقول المخرج ما يعطلناش، صح كده؟ معنا اتصال الأستاذ أو الأستاذة نور من قنا. ألو. الأخت نور، عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم حضرتك الشيخ؟ تفضلي، اسمعك، تفضلي. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا حصل لي موقف في حياتي، يعني كان لي فترة ما حملتش وبعدين حملت وسقط. من بعد ما سقطت يا فندم، كل ما أجي أدعي لنفسي دعوة، نفسي من جوة تدعي علي، يعني ده ما يقبل ربنا ولا إيه؟ مش فاهمة يعني. تدعو ليستجاب لها، يعني تدعي ولا يستجاب لك؟ مش فاهم، معلش وضح. لا يا فندم، يعني انا بعد ما حصلت لي صدمه في حياتي، الصدمه كل ما ادعي لنفسي بلساني، نفسي من جوا تدعي عليا. بتدعي على نفسك بلساني؟ ادعي لنفسي بسر، نفسي تدعي عليا، ده يعني علاج. ربنا يقبله. طيب حاضر، في نقطه مهمه جدا. طيب حاضر، اسمعي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما أنطق بلساني به الله يقبله مني، وما تحدث به نفسي الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ حتى ينقطع أمل الشيطان في الوسواس تماما. من رحمة ربنا تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما تتحدث به النفس. فإذا لا نلتفت لذلك، ولكن أفرح بأني ذكرت ربي، أفرح بدعوة ربي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بمجرد أني لساني ذكر ربي ودعا ربي أفرح بذلك، ولا ألتفت إلى وساوس النفس.
خليني بقى لحسن الوقت بيدهمنا والحقيقة المواضيع جميلة والواحد يعني إيه يعني بيسرح في الكلام الجميل مع السادة العلماء، بس إحنا عندنا محور مهم جدا، محور تنوير السلوك، وإحنا بنتكلم فيه من المعروف أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. سيدنا محمد عليه السلام يخبرنا في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من المعروف أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. نعم. وإن من المعروف أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. وقبل ما نفرح بضوء يلقيه فضيلة الدكتور ياسر يعني في هذا الخير العظيم، نستمع من الآيات القرآنية من فضيلة الشيخ عبد الله إن يعني ما يفعل الإنسان من خير وما تفعلوا من خير نسمع كده بقى. بس اسمعني، احنا قنا معانا على الهوا هي برضو، وانت من قنا يعني واخد بالك، واديك شاف اهلي قنا متابعيننا وكل اهلنا في الصعيد. لا ده احنا مش في مصر بس، بل في كمان يمكن معظم دول العالم. فسمعنا بقى كده ايات القرآن الجميلة اللي احنا بنتكلم بشأنها دلوقتي، اتفضل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هم الذين يعلمون بأن بذل الخيرات هو الزاد، هو الكنز، هو الحصيلة في البنك. فأرجو من أن نستفيد من إلقاء الضوء من فضيلة الدكتور ياسر في هذا، إن المعروف أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. أنت فعلت معروف في نفسك. بس هو السؤال للدكتور ياسر يا دكتور مجدي، وإحنا نقول له وتزودوا. نعم. أنا لما يعني ربنا بيكرمني فبدي من عندي، ببذل العطاء من عندي لاخي المحتاج. انت اعطيت لنفسك. ما هو دلو اخيك، ايه المعيار؟ ايه المعيار يا دكتور مجدي؟ يعني الدكتور ياسر يقول لي امتى ادي للمحتاج بس، ولا ادي وخلاص؟ شوف الحديث يا دكتورنا الحبيب. تفضل. يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل من كان عنده الفضل زاد. ان تبذل الفضل خير لك، انت الكسبان، ومش مطلوب منك الا ان تبذل الفضل اللي فاضل عندك. تفضل يا دكتور. كان في رساله ماجستير عن تعقيب الايات القرانيه. نعم. يعني ليه الايه دي بتختم بكده وليه الايه دي بتختم بكده، وكل حاجه لها معنى. يعني مثلا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله، لو احنا بفكرنا سيجزي الله الصابرين. يعني بيتكلم عن موت سيدنا رسول الله، وان ما حدش ينقلب على عقبيه لانه هو زيه زي الانبياء السابقين. كان المفروض انه يقول ايه على دماغنا احنا: وسجد الله الصابرين. لكن الايه ختمت غير كده، وسجد الله الشاكرين. مش كده صح ولا ايه يا دكتور؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله وكتابا مؤجلا. وما يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، وما يرد ثواب الاخره نؤتيها منها، وسنجزي الشاكرين برضه. فين الشكر هنا؟ ده احنا فقدنا النبي. قال لك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول. الله. فالشكر على النعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وكأنه بيقول إن الفترة اللي عاشها سيدنا رسول الله 63 سنة دي كانت منحة من الله تستوجب الشكر. نعم. عشان خلصت 63 سنة تستوجب الشكر. فهنا تعقيب الآية فيه لفتة غير عادية. لذلك هنا بقى الآية دي قول الألباب. نعم. قول الألباب يعني أصحاب العقول المفكرة. نعم. فعقول مفكرة في يستفيد من معرفة الفضل الكبير في ما يفعل. لا. ومعرفة حجم ما يفعل، تقنين يعني، ما باش أنا عندي بدلة واحدة وروح أدي، لا، ما هو مش من الحكمة برضه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث قال الفضل ما الزيادة عندك، ولو أعطيت ما فوق ذلك لا بأس. من كان عنده فضل زاد أو فضل طعام بقى ملابس، لسه معالي الدكتور طارق بيقول عنده بدل كتير في الدولاب، احنا مستعدين، فضل زاد او فضل طعام او فضل ملابس. ولعلنا في مواسم الصيف والشتاء نسائنا في البيوت بيعملوا يقعدوا يروقوا بتاع الملابس ويلاقوا حاجات كتيره. نعم. ومش اعطيها ما لا تكون انت
محتاج إليه، قد يكون غيرك في أمس الحاجة إليه. العوز ولو شيء بسيط. العوز العوز والاحتياج بينهم فرق كبير. نعم. معظمنا بيبقى عايز يحب يبص يحب يشوف له ذكريات مع الحاجة، وهو مش مدرك إنه الاحتياج احتياجه هو. نعم. محتاج إنه يخرج الحاجة دي عشان الخير. احتياجه لخروجها أفضل من احتياجه لبقائها. لبقائها. وفايدة خروجها أفضل عليه من فايدة اكتنازها والحفاظ عليها في البيت أو التحفظ يعني عليها. يعني أنا أخذ أجر يا دكتور لو أنا زي ما الدكتور قال خرجت أعطيت من دلوي في دلوي أخوي. نعم نعم. وهنا نقطة مهمة وتتعلق بسؤال حلقتنا النهاردة. يعني ماذا تستفيد المجتمعات من بذل الفضل؟ من بذل الفضل. نعم نعم. أمر مهم جدا إن بذل الفضل فائدة عظيمة لمن بذل الفضل زي ما ربنا أخبرنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني لما ربنا قال وما تفعلوا من خير فإن الله يعني وتزودوا فإن خير، يعني كل خير بتعمله هذا زاد لك أنت. فهو زاد ورحمة لمن بذل الفضل ونجاة المجتمعات من الهلاك. هي دي يعني نجاة المجتمعات من الهلاك. يعني قد يكون عندك طعام فاضل عندك زائد عندك وبذلته لمن يحتاج إليه أنقذته وتزودت لنفسك الرصيد، فهذا مستفيد وهذا مستفيد. لكن تتركه ويفسد ويلقى به حرمت هذا من 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 حقه وحرمت نفسك من إيه من هذا الزاد. الحقيقة هو الموضوع جميل وعايزين نتكلم فيه، ولكن الوقت بيقرب وإحنا لسه عندنا محور مهم وعندنا قصة وعندنا سؤال، فمش عايز الدكتور ياسر الامور يعني تجري مننا، وانا عارف ان الكلام كلها يعني محاور شيقه يعني. طيب احنا وصلنا لتنوير المعاملات واللي هو بعنوان الحلقه النهارده. لا تبخسوا الناس اشياءهم، واعتقد برضو ان هي مترتبه او ماشيه مع المحورين السابقين. لا تبخسوا الناس. نعم. نسمع بس الايه من فضيله الشيخ عبد الله. فضيله الشيخ عبد الله: يا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تفضل يا دكتور. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انظر يا دكتورنا الحبيب، أن نبخس الناس أشياءهم ونظلمهم في حقوقهم، هذا البخس فساد في الأرض، فساد في الأرض. انظر، فلذلك الذين يستمعون في رأي عن شخص، الذي يستمع مثلا عن شخص عظيم يستمع إلى كلمات بذيئة ويكتفي بها ولا يسمع الحقيقة، لا يسمع منه، حرم نفسه من الهداية، حرم نفسه من الهداية. كيف اهتدى النجاشي عندما جاءه عمرو بن العاص قبل إسلامه وقال إن هؤلاء النفر تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك ويقولون كذا، يعني كلام مفهوم وكلام موزون وكلام معقول، لكن كيف كانت نجاة النجاشي؟ قال: حتى أسمع منهم. لابد. فالذي يبخس حق رسول الله ويبحث حق يبخس حق المسلمين بمجرد أن يستمع بأي كلام عن الإسلام والمسلمين ويأخذ به بدون ما يدرس الإسلام، فهذا الإنسان ظلم نفسه. يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم. دكتور في حضرتك خدتها ونقلتنا في المحور الرائع الجميل، إنه معظم الذين يتهجمون الآن هم يبخسون. نعم. المسلمين طبعًا. والإسلام حقه طبعًا. ده تقصير من مننا ولا ده تقصير من الاثنين مليار مسلم يا دكتور، ولا تقصير من الناس إن هي لا تقرأ كثيرا عن الإسلام؟ ولا هو المسلم ربنا سبحانه وتعالى برحمته أمره بأمر عجيب رحمة للعالمين، قال: إن عليك إلا البلاغ. نعم. بس كل اللي عليك يا دكتور طارق وصل هذا الخير لكل الدنيا. عرف كل الناس الحق.
رحمة للعالمين. عرفوا إن الله حق، إن الساعة حق، إن سيدنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وابذل الله الدليل على ذلك. طب ولا تبخسوا الناس أشياءهم اللي إحنا بقى اتربينا عليها، وكنا يعني حضرتك خدتنا في حتة تانية خالص جميلة أوي، بعد رائع جدا. بس ولا تبخسوا الناس أشياءهم اللي إحنا اتربينا عليها، اللي بيسف في الميزان، واللي بياخد الميراث، واللي يعني هذه الأشياء اللي كنا بنعيشها في فترة من الفترات وكانت بتتوارد علينا، يعني نقول لهم كل ذلك، كل ذلك. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فساد. كل بخس الناس أشياءهم هو ظلم من الإنسان لنفسه وظلم لغيره. نعم، من الأول أرجع الحقوق يا دكتور ياسر. نعم دكتور ياسر، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت الآية نزلت في سبب معين، في خلق معين كان في قوم سيدنا شعيب، لكن عموم اللفظ البخس بقى، البخس من ناحية الأموال، من ناحية الكيل والميزان والتطفيف وغير ذلك، وكذلك البخس القول، حتى يعني أنزلوا الناس منازلهم، حتى نعم. حتى الرتبة اللي أنا بحطها قدام الاسم هذا من حق صاحبها، لأن بعض الناس تستدلوا باستدلالات هي صحيحة ولكن في مكان خطأ، يقول لك إيه لا تطروني كما، يقول لك ده النبي قال لا تطروني كما، فيبقى واحد مستشار ويقول له يا فلان ما ينفعش، ما اقول له ست مستشار، ما اقول له الاعلامي فلان الفلاني، المذيع فلان الفلاني، ما اقول له الدكتور فلان الفلاني، ما فيش يعني مشكله، يعني ده مش من الاطراء ولا واحصوا في وجه المداحين الطراء. وحضرني الان انا قلت للطالب داخلين نصلي المسجد، فبقول له ازيك يا استاذ محمد، قال لي ما تقوليش يا استاذ محمد، قلت له ليه؟ قال لي النبي قال يحصوا في وجه المداحين الطراء. ليه من دحين يا ابني؟ انا بقول لك يا استاذ محمد ليس بيني وبينك يعني من الود كده، واننا نتجرد فهم خاطئ لكلام النبي، ومعاه دليل صحيح. ما هو الملحد ده معاه ادلته بس فاهم غلط، والفرق والملل والحاجات دي ما هو معاهم ادله من القران والسنه لكن استدلالات خاطئه. فبالنسبه بما نحن يعني فيه، هو اخطا وبخسنا حقنا، بخس المسلمين حقهم لأنه سمع عنهم ولم يسمع منهم. كان المفروض في مراكز إسلامية منتشرة في كل بلاد العالم، لو راح لمركز إسلامي، لو راح لإمام مسجد ويقول له الشبهات اللي عنده كلها، يمكن كان ارتاح وكان أسلم. وإحنا أخطأنا إن إحنا ما وصلنالوش الخير ده قبل ما يعمل كده. يعني إحنا لو الدعوة وصلت لهذا الرجل أو لغيره ما مات كافرا، يعني المفروض أنا كمسلم أبقى حزين على إنه هو مات. يعني الوقت بيدهمنا، هناخد دقيقة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى حتى يعلم كل الناس كم قيمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا المسلم الذي تسمع عنه كم قيمة هذا المسلم عند الله. انظر إلى سورة الكوثر اللي ذكرها في الدكتور طارق. سورة الكوثر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن جعل هذه السورة 10 كلمات وتحدثنا عن يوم 10 ذي الحجة، ويجعل كل آية من آيات سورة الكوثر عدد الحروف الأبجدية المستعملة فيها 10 حروف. الله. ويجعل كل سور القرآن التي تنتهي بحرف كل 10 بالراء. الله أكبر. بحرف الراء 10. كل هذا علشان الرسول عليه السلام يعلمنا عظيم قدر يوم 10 ذي الحجة، يوم النحر. وبعدين لما كل الناس تعرف عظمة يوم النحر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم سيرة المسلم. السيرة عبد الله المسلم. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كم عظيم يوم النحر عشان نعرف هذه الإعجاز العجيب، عشان نعرف عظيم سيرة المسلم. يعني عظم. اوعى تتكلم عن المسلم إلا، وهذا الكلام يعني ليس لغير المسلمين وفقط، للمسلمين. نعم. أنا كمسلم يعني أتنزه عن أن أقول أي كلمة بذيئة في حق مسلم، قال لا إله إلا الله. حتى أن دلت السنة الشريفة المباركة أن الرسول عليه السلام لم يذكر كلمة بذيئة في حق أي واحد من المسلمين، حتى عبد الله بن أبي، حتى الميت منهم. نعم. لما دخل عليهم عكرمة وكان جالس مع بعض أصحابه قال لا تذكروا أبا جهل بسوء. نعم. فإن ذكر الميت بسوء يضر الحي ولا يضر الميت. نعم. رغم أنه يستحق أن يذكر بسوء. في حاجة في الصورة كمان يا دكتور، في عجالة إنا أعطيناك الكوثر
كلنا نعتقد أن الكوثر هو الحوض، لكن الكوثر على وزن فوعل وهو صيغة مبالغة يعني الزيادة في الخير. الله. يعني الشفاعة من الكوثر، والقرآن من الكوثر، والأمة من الكوثر، وختام الأنبياء من الكوثر، والحوض من الكوثر. لا ينفي غيره. والحوض من الكوثر. نعم. طب يا دكتور احنا معانا وقت قليل أو أكثر أقل من 3 دقايق، وعايزين نسمع القصة الجميلة عشان نختم بيها النهارده. قصة بائعة اللبن عشان نختم بقى اللقاء. بنت بائعة اللبن. الحديث العظيم اللي كل أولادنا بيحفظوه أول ما يخشوا كي جي 1 ولا كي جي 2. إن لما جه سيدنا عمر جالس مع سيدنا رسول الله، الحديث بيروي سيدنا عمر، وأول حديث أو تاني حديث في 40 نووية، إن سيدنا جبريل جاء يعلم الأمة، فسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ أجابه فقال له صدقت، قال له عجبنا له يسأله ويصدقه، وبعدين ما الإيمان وما الإحسان؟ فالإحسان لما عرفه سيدنا رسول الله قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. هذه البنت حققت الإحسان بتاع الحديث. أمها يعني تأمرها أن تغش اللبن، فهي قضية الأم إيه؟ إن عمر يراها أو لا يراها، الحاكم يراها أو لا يراها، الضابط يشوفنا أو ما يشوفنيش، العسكري يشوفني ما يشوفنيش، من الشرطة يشوفني. أقول إيه للناس؟ أنا مراقبة الناس. والدليل الواحد يستطيع أن يفعل هذا، يعني الواحد ممكن يكسر إشارة المرور لو راح عايش في أوروبا وفي قوانين صارمة، ممكن يقف ساعة على شرط المرور ما يكسرهاش. طب ليه؟ ما عملها في بلد. المهم ان هي قضيتها ان عمر يراها او لا يراها. طب عمر لا يراها، فبمنطقها قالت لبنتها انت خايفة من غش اللبن؟ طيب قالت لها سيدنا عمر لا يرانا. دقيقة. فقالت اذا كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا. الله. ده الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يعني الدرس هنا الدرس هنا الإيمان وأعلم الإسلام. الدرس هنا يا دكتور ياسر، إذا كانت البنت قد وصل لها هذا الموضوع فأكيد برضو في جزء من الخير ده وصلها من أمها ولا لا؟ أكيد طبعاً 100%. فكانت المرأة فعاد إليها. فعاد نعم. إليها نعم. نعم. يعني إحنا يعني ضعفت شوية مش كده؟ نعم. ولكن مش هنقول إن هي كانت نعم. لأن أكيد الخير اللي عند البنت. نعم. الحقيقة إحنا يا دكتور وقتنا سؤال الحلقة يعني فمحتاجين ناخد سؤال الحلقة عشان نعم. خلاص وقتنا خلص. ماذا تستفيد المجتمعات من بذل الفضل؟ ماذا تستفيد؟ يستفيد المجتمع من بذل الفضل؟ من بذل الفضل. نعم. احنا بنقول للسادة المشاهدين كلهم ماذا تستفيد المجتمعات من ان نبذل جميعا الفضل؟ هل هذا يعود على المجتمعات بالخير ولا لا؟ خلوني اقول لكم في نهاية هذا اللقاء سعدنا بوجود السادة الافاضل الاجلاء علماءنا الافاضل وبصحبة دائمة مع الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، وبوجود العالم الجليل دكتور ياسر نصيف عضو هيئة كبار العلماء، وبصاحب الصوت الجميل فضيلة الشيخ عبد الله طاهر من أهل قنا الجمال وأهل قنا أهل دين أسوان، أهل أسوان ربنا يحفظك ويحفظ أهل أسوان كلهم، ولنا ذكريات طيبة مع أسوان. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بكل الشكر والتحية على طيب المتابعة، بوعد إن شاء الله لقاء إن كنا أحياء السبت القادم 12 ليلة إن شاء الله نستكمل رحلة كتاب الدين الحق وبرنامج قرآن نمشي حتى ألقاكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.